السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور بلال عبد الغني مدرسكم لمساق سي اس 142. إن شاء الله اليوم هنحكي عن أنواع أخرى من الكوانتيفيكيشنز، عن الريستريكشن في الكوانتيفيكيشنز، وعن الديمورغان لو كيف تطبق على اليونيفرسال والإكزيستنشال كوانتيفايرز. أوكي، نتذكر مع بعض المرة الماضية المفاهيم الأساسية اللي أخذناها، أخذنا الـ for all x. أوكي، وأخذنا كمان there exists X. Okay. نذكر مع بعض لما يكون عندنا مثلا ايش predicate function X تربيع اكبر من ايش من 10، لما نحكي for all X BX معناها انه كل X بالدومين، كل X بالدومين لازم تكون true عشان ايش for all تطلع true. Okay. حكينا انه يكفي ان نعطي counter example عشان ايش نثبت انه ايش الجملة هاي خطأ، وعشان نثبت انها صح لازم تكون القيم مثبته لجميع ايش نطاق المجال او لكافه ايش المجال. اوكي، حكينا كمان عن there exist. there exist ميزتها عن الفور اول، there exist ميزتها انه يكفي انها تكون ترو لعنصر واحد في المجال ايش على الاقل، يعني اذا عنصر واحد في المجال ترو كان بها. اوكي، إذا كلهم false بكون جوابها false، من السهل جدا إثبات إنها true، لكن إذا بدك تثبت إنها false بدك جهد. كيف؟ طيب نرجع على موضوعنا. اليوم بدنا نحكي عن الـ other quantifiers. أهم quantifier بدي أحكي عنه اليوم اللي هو إيش؟ الـ uniqueness quantifier. الـ uniqueness quantifier معناه there exists a unique x such that bx is true. معناها إنه إيش؟ انتم بالنسبه للمعادله هاي بي اكس، بي اكس واحده يونيك مميزه بتخلي البي اكس ايش ترو، بتخلي البي اكس ايش ترو. اوكي، بقول لك بشكل عام بالكوانتيفايرز ما يفضل انك تستخدم ايش كوانتيفاير سيمبول كثير، يعني هذا الرمز مثلا ها ذير اكزيست اكسامينيشن مارك اكس بي اكس معناها ايش ذير اكزيست يونيك اكس. بعض الناس بيساوي له misinterpretation انه there exists not x، هنا هذا الرمز لا يستخدم ايش للنط، بس بعض الناس بتخربط، عشان هيك بقول لك ما تستخدمش ايش رموز كثيره بالكوانتيفاير، استخدم there exists وfor all، لانه باستخدام there exists وfor all اي علاقه بدماغك بامكانك تساوي لها ايش نمذجه. على سبيل المثال there exists a unique x bx بامكاننا نكتبها بالطريقه هاي، او بامكاننا نكتبها ايش بطريقه اكثر اختصارا بالطريقه هاي. الطريقتين صح، ما عندنا عليه المشكله. اوكي، وله لوجيك معين. اوكي، بس هذا اللوجيك ها مش شرط اكون حافظه، بجوز انا اصيغه صياغه من عندي بناء على فهمي وبناء على تطور ايش الماده. اوكي، طيب there exist a unique x، خلينا ناخذ عليها مثال عشان نعرفها، دروا على كتاب، دروا على uniqueness quantifier، ندور عليها بالكتاب. هاي موضوع uniqueness quantifier، انا بهمي وقصدي اني اعطيك عليه ايش مثال. شايفين المثال هذا اللي بنشتغل عليه، نروع منطقة العمل، بقول لك there exists a unique x بتخلي المعادلة هاي ايش، خلي المعادله هاي صحيحه. تمام، هاي جوابها ترو ولا فولس؟ انا من هسه بقول لكم جوابها ترو، جوابها ترو. ليش يا ترى جوابها ترو هاي المعادله؟ بقول لك في اكس مميزه وواحده بتخلي المعادله هاي صحيحه. هاي المعادله لو جينا حليناها اكس ناقص 1 ايكوال 0، هاي بتساوي اكس تساوي 1. إذا فعليا في رقم واحد اللي هو واحد بيخلي المعادلة هاي صحيحة. إذا ايش؟ هاي المعادلة بالطريقة هاي ايش مالها؟ بالطريقة هاي ايش؟ صحيحة. اوكي؟ انتبهنا على النقطة هاي؟ لو جيت قلت لك مثال آخر. There exists x، هون بدل x حكينا x تربيع. ناقص هون 4. اوكي؟
لاحظ بقول لك كثير يونيك اكس بتخلي لي المعادله هاي صحيحه. هذا على فرض انه ايش الشغل تاعنا على ريال نمبر. هاي لو المعادله حليناها، ها لو حليناها المعادله هاي طلعوا اكس ناقص 2 واكس زائد 2 تمام. يعني الاكس ناقص 2 والاكس زائد 2 بتحقق المعادله 2 تربيع او ناقص 2 ايش بيحققوا المعادله. اذا لاحظوا اكس هون سالب 2 اور اكس تساوي 2 بيخلي المعادله هاي صحيحه وتساوي صفر تمام. اذا قال لي ايش هسه ها وير اي ها او وير اكس belongs بدنا نخليها صحيحه هسه belongs ل i بلس خلينا نضبطها i بلس. ال i بلس يعني ايش؟ البوزيتيف انتجر نمبر. اذا في الحاله هاي اذا قال لي في يونيك اكس اوكي بتحقق المعادله هاي بتنتمي للبوزيتيف انتجر نمبر. ايش انا بستثني في الحاله هاي؟ لاحظوا هون هاي المعادله جاوبها ايش؟ هون 2 هاي جاوبها ايش؟ سالب 2. اذا باجي بحكي ايش انا؟ انا بحتاج لهاي لاكس ايكوال 2 بس. هاي اليونيك اللي بتخليها ايش؟ بتخلي المعادله هاي صحيحه. اوكي؟ اذا قلت لك الاي هون بدل زائد قلت لك ماينس فالجواب بيكون عندك ايش؟ ماينس 2. اذا في يونيك فاليو. اوكي؟ هذا هو المقصود ايش؟ باليونيكنس، انه في عندي قيمة واحدة وقيمة واحدة ايش؟ فقط بتحقق ايش؟ المعادلة. اوكي؟ هذا اليونيكنس كوانتيفاير. هسا الريستريكشن اوف ذا دومين، ريستريكتينج ذا دومين اوف ا كوانتيفاير. هسا لما اجي اقول لك فور اول اكس بحيث انه ايش؟ اكس اكبر من زيرو او بقراها بطريقة أخرى، فور اول اكس أكبر من زيرو اكس تربيع اكبر من زيرو. هاي معناها اذا كانت قيمه الاكس اكبر من صفر معناها او امبلايز انه الاكس تربيع اكبر من صفر كمان. تمام؟ واضحه النقطه هاي. بقول لك حتى هاي بامكانك تصيغها ايش؟ بدون ريستركشن كالتالي. فور اول اكس اوكي اذا اكس اكبر من صفر امبلايز انه اكس تربيع اكبر بايش؟ من صفر. يعني بامكاننا نستغني عن ايش؟ عن الريستركشن. باستخدام ايش يا شباب؟ باستخدام الامبلايز. باستخدام الامبلايز هون بقول لك فور اول واي لا تساوي صفر، واي تكعيب لا يساوي صفر. اذا كانت الواي ما بتساوي صفر اذا تكعيبها مش حيساوي صفر. وهذا الكلام ايش؟ هذا الكلام صحيح. بامكاننا نصيغها بالطريقه التاليه فور اول واي اذا واي لا تساوي صفر هذا معناه امبلايز ان واي تكعيب لا تساوي ايش؟ لا تساوي صفر. تمام؟ يعني بامكاننا نتعامل بالامور هاي ايش؟ فلكسبيليتي عاليه. لاحظوا هذا لان بنتعامل ايش؟ فور اول بنستخدم ايش؟ الامبلايز. اذا كنا نحكي فور هذا ذير اكزيست مثلا زد اكبر من زيرو زد تربيع ايش؟ يساوي 2. اوكي؟ بغض النظر عن صحه الجمله هاي او خطاها هسه. اوكي؟ بقول لك اذا زد اكبر من زيرو زد تربيعها حيساوي 2. اوكي؟ هاي ايش؟ الجمله ذير اكزيست. زير اكزيست اذا كان المدى تاعنا ريال نمبر جذر الاثنين تربيعها حيساوي 2 حتظبط الامور هاي. تمام؟ بس احنا ما بنناقش بالموضوع هذا، احنا بنناقش كيف بدنا نصيغها بطريقه ثانيه. اللي بنتناقش فيه هسه انه طلعوا هون نقدر نحكي زير اكزيست مثلا ايش؟ زير اكزيست بدل اكس هون لازم كتبنا زد، هاي غلطه منا. زير اكزيست زد بحيث انه ايش؟ اذا زد اكبر من زيرو وزد تربيع ايش يساوي 2. لاحظوا هون بالذير اكزيست ما بنستخدم الامبلاي، شو بنستخدم؟ الان. يعني بعض الناس بدي اكد على المعلومه هاي كامله ها. بعض الناس لما يجوا يترجموا هاي بالذير اكزيست طلعوا. ذير اكزيست زد، زد اكبر من زيرو. تربيع ايش؟ تربيع الزد هاي حيساوي 2. بقول لك ذا سيم از هاي، هاي صحيحه. بعض الناس بدل الان ايش بيجي بحط لك بطرق لك اياها مباشره بحط لك ايش؟ امبلايز. هاي الامبلايز هون غلط، هاي ما بتكافئ الجمله ايش؟ السابقه اللي شفناها.
ما بصير مع دير اكزيست تستخدم ايش امبلايز هنا بالنقطه هاي اوكي لانه هاي لا تكافئ هاي بصير نستخدم الامبلايز مع دير اكزيست بس هاي استخدامها هون لا يكافئ ايش لا يكافئ هاي مش از ذا سيم از دي ار نوت ايكويفالنت اوكي بكونوا ايكويفالنت اذا استخدمنا هون ايش اذا استخدمنا رمز ايش الان فهاي بدنا ننتبه عليها ومهم ننتبه عليها ايش كثير عشان نفهمهم الامور هاي بدنا نروح على الكتاب وبدنا نروح على restricted quantifier نروح على restricted quantifier هيهم هنا هيهم هون بقول لك for all x x اقل من 0 x تربيع اكبر من 0 هاي شو معناها هاي كاتب لك معناها set for every real number x اذا كانت الx ايش اقل من 0 x تربيع تاعها ايش ماله اكبر من صفر اوكي فبدنا ننتبه على النقطه هاي شو معناها يعني لو اخذنا اي رقم سالب الرقم السالب هذا حيكون اقل من 0 اذا ربعناه تربيع حيكون اكبر من صفر بطبيعه الحال بقول لك the square of a negative real number is positive وهي شغله معروفه ما بدها ايش ما بدها نقاش تمام بقول لك هاي بامكاننا نصيغها بطريقه تاليه for all x اذا x اقل من 0 implies x تربيع اكبر من ايش من 0 تمام لاحظوا هنا ها لاحظوا بالنسبه ل there exists z اكبر من 0 z تربيع equal 2 اوكي طلعوا هون يا شباب لما ايش لما هاي نحاول احولها ونشيل منها ايش الريستريكشن زد اكبر من 0 ما بصير نحكي زد ايش زد اكبر من 0 امبلايز زد تربيع ايش ايكوال 2 تمام نستخدم بدالها ايش اند اوكي هاي في ايش امور مهمه على الكوانتيفايرز هون لازم نتمكن منها ولازم ايش لازم نقراها اوكي هاي امور قد ايش ما تجرب قد ما تحل ايش تتمكن منها فحاول حل الامور هاي لحالك وحل التمرينات اللي في الكتاب لحالك وبالتوفيق البريزنس اند سكوب اوف كوانتيفايرز هسه الفور اول وذير اكزيست اوكي الفور اول وذير اكزيست مش فارقه هاي اجت قبل هاي ما عنده مشكله بس بدي اعرف انه اولويتهم اعلى من اللوجيكال اوبريتر بشكل عام اي لوجيكال اوبريتر اولويته اقل من الفور اول وذير اكزيست اوكي طيب طلع هون هسه بقول لك for all x bx or qx بعض الناس بيفكروا for all x للbx وللqx تمام حكينا اولويه الفور all x اعلى فهون ايش حيصير الفور all x بس لمين للbx حتنطبق على bx بعد ما نخلص منها بنروح على الor للqx اوكي لاحظوا الx هنا الx مرتبط مع البx ها كل قيمه بالx اوكي لازم ايش تلبي لي ايش البي اكس هاي عشان يكون جوابها ترو هاي الجزئيه هاي اوكي هون اور كيو اكس الكيو اكس ما بتنطبق عليها الفور اكس هاي جمله اندبندنت هاي بروبوزيشن واحد تمام في هون بدنا نحكي لك عن الباوند وعن الثري فاريبل لاحظ هون لاحظ هون الاكس مرتبطه مع البي اكس هاي فالاكس في الحاله هاي بنسميها ايش باوند فاريبل في الجملة هاي عند الـ QX هاي بنسميها ايش؟ Free variable لأنه الـ X مش مرتبط مع الـ quantifier. إذا كان عند المتغير مرتبط مع الـ quantifier بسميه bound variable. إذا كان مش مرتبط مع متغير بسميه ايش؟ بسميه Free variable. أوكي؟ هاي شغلة مشروحة هون ايش في المثال. بقول لك في الإكزامبل هذا for all X BX هنا X in BX is bound. باي ذا هاي كمان غلطه مش اكزيستنشال هون لازم يونيفرسال كوانتيفاير اوكي المهم انه اكس مرتبطه مع البي اكس باوندد باي ايش؟ اتس باوندد باي ذا ايش؟ يونيفرسال كوانتيفاير بينما اكس في كيو اكس هون 3 اوكي هاي شغله بدنا ايش؟ ننتبه لها هسا موضوع اللوجيكال ايكوفلنسز زي ما في عندنا لوجيكال ايكوفلنسز بالبروبوزيشن في عندنا لوجيكال ايكوفلنسز وين كمان بالبريديكت اوكي ترى الخط بين البروبوزيشنال فانكشنز والبريديكت فانكشن او فورمولا والبروبوزيشن والبريديكت خط رفيع كثير بامكاننا نستخدمهم مع بعضهم البعض يعني هي الفرق بيناتهم انه البروبوزيشن
اجابته وياك ويا فولس الايش البريديكت اجابته ما بتحدد ترو او فولس الا اذا عرفت قيم المتغيرات اللي مرتبطه مع هالايش البريديكت. اوكي هسا كيف بدنا نثبت انه ايش انه تو ايش تو كوانتيفايرز او بروبوزيشنال فانكشنز او بريديكت فورمولاز فيهم كوانتيفايرز متكافئات. اوكي هذا ايش معناها؟ معناها انه لازم ايش التروث تيبل تاع الاولى يكون نفس تاع التروث تيبل تاع الثانيه. هسا بقول لك فور اول اكس بين قوسين بي اكس اند كيو اكس، مش زي الجمله اللي اخذناها قبل شوي. الجمله اللي اخذناها قبل شوي ايش كان؟ ها ما كان في عندي اقواس على البي اكس والكيو اكس، تذكروا معي كان فور اول اكس بي اكس اور ايش كيو اكس مثلا. هون الفور اول اكس مع البي اكس بس لحالها ولويتها اعلى، بعدين تيجي عندي الاور كيو اكس. هون لاحظوا هون الفور اول اكس ها مش مع البي اكس لحالها، لا الفور اول فور اول اكس مع البي اكس اند كيو اكس في اقواس. هون برضه فور اول اكس بي اكس اور كيو اكس، لاحظوا هاي اولويتها اعلى اللي داخل اقواس، بعدين بروح على ايش على الفور اول اكس. بدي تثبت لي انه فور اول اكس بي اكس اند كيو اكس logically equivalent ل for all x bx and for all x qx، يعني بدك تثبت لي for all x بيجي على bx و for all x بيجي على qx. بعدين بدي اياك تثبت لي انه هاي الجمله ايش logically equivalent. فعليا هاي الاثبات تاعها حيكون انها ايش not logically equivalent، يعني اثبات هاي بده شويه شغل بسيط، مش هالشغل الرائع. يعني يا اما بنثبتها من خلال ايش اخذ امثله على الدومين واسقاطها على المعادله وربط المعادلتين مع بعضهم البعض او من خلال ايش النون لوجيكال ايش النون لوجيكال رولز اللي اخذناهم تيبل 6 و7 شابتر 1 اذا بتتذكروهم. خليني اوريكم اياهم لانه على الغالب حنشتغل عليهم اليوم. هاي تيبل 6 وتيبل 7 وتيبل 8 لوجيكال ايكوفلنسز اللي كنا نستخدمهم بالايش اثباتات، قد نستخدمهم اليوم في الاثباتات مره اخرى. اوكي خلينا نبلش بالاولى. اثبت لي ان فور اول اكس بين قوسين بي اكس اند كيو اكس مكافاه لايش فور اول اكس بي اكس اند كيو اكس. هسه خطوات الاثبات خطوه خطوه بدنا نمشي عليهم. اوكي انا هذا حتى ببع لك اياه زي ما هو موجود بالسلايدات، بس احل لك امثله على الورد اخرى شويه ما مش هالحلو، بس خلينا نعرف المبدا في الاثبات. هسا بدنا نستخدم تو ستيبس. بقول لي اثبت لي ان فور اول اكس بي اكس اند كيو اكس ايكوفالنت لهاي. اول شغله بنبلش فيها الطرف اليسار او اليمين، نثبت انه اليسار بيساوي اليمين او اليمين بيساوي اليسار، انه اجابتهم ايش؟ دائما ايش؟ متشابهه. طلع شو بيجي. هسا اذا كانت الجمله هاي فور اول اكس بين قوسين بي اكس اند كيو اكس، اذا كانت ترو اوكي هذا معناه انه ايش فور اول اكس بي اكس اند كيو اكس ايش از ترو. حكينا بدنا نبلش ايش الطرف ها. هسا بنبدا بالبروف. هسا خلينا نفترض انه الجزء هذا ترو، هاي فرضيتنا اللي بلشنا فيها. اذا الجزء هذا ترو معناها انه اذا اخذنا ايش اي فاليو من الدومين، اوكي اذا اخذنا فاليو من الدومين معناها انه بي ام and QA is true. طب هسه سؤالي لكم، متى الـ BA and QA بيكونوا true؟ هذا معناها انه الـ BA لازم تكون true والـ QA ايش لازم برضه تكون؟ true. بدنا ننتبه على النقطة هاي. هاي BA and QA ما بتنفع تكون true إلا إذا كانوا كل الطرفين true. فإذا ايش؟ إذا A اللي في الدومين ايش؟ BA is true. هذا معناها انه ايش for all x bx is true and similarly we get that for all x qx is true. احنا طلبنا انه الجمله هاي صحيحه. اذا ايش اذا اخذنا اي ايش value من الدومين، هذا معناها انه ba و qa ايش true. هذا معناه بنعرف انه الان بصيرش true الا اذا كان ba و qa اثنين مع بعض ايش true في نفس الوقت. هذا بنعممه. اذا فور اول بي اكس از ترو وفور كيو اكس كيو فور اول اكس كيو اكس از ترو. ليش؟
لقوا عنصر من الدومين حيتعمم عليهم. تمام؟ اذا هذا بيعني انه for all x bx and for all q x qx is true. اثبتنا انه هاي وهاي ترو. اوكي، ليش هاي الجمله اثبتناها انها ترو؟ لان اثبتنا انه اجزاهم ترو. هاي بدنا ننتبه لها النقطه. اوكي، طيب هسه بنكمل. هسه اثبتنا ايش؟ اثبتنا الجزء هذا، يعني بدينا من الجزء هذا وحكينا انه اذا هذا كان ترو مين بيكون ترو؟ هذا ترو. هسا بدي اخذ الجزء الثاني. هسا هذا الجزء بكون ترو. اوكي، هذا الجزء بكون ترو، هذا معناه انه الجزء الثاني ترو. ترى لاحظوا هاي وهاي عكس مواقعها. تمام، طيب شو بدنا نسوي؟ هسا بنبلش بالبروف، بدنا نثبت انه هاي صحيحه. طيب بالتالي نتبعها، اذا for all x bx is true and for all x qx is true معناها ايش؟ ها طلعوا هاي متى بتكون جوابها ترو؟ نيجي بنحللها. ما واحد بيقول لي كيف انت بتبدا، انا بقول لك كيف ببدا. هسا الان ما بكون جوابها ترو الا اذا هاي كلها مش بي اكس وحده، اذا كان الفور اول اكس بي اكس ترو وكان الفور اول اكس ايش؟ كيو اكس ترو. تمام؟ تمام. باجي بقول لك انه اذا فرض انه هاي ترو وهاي ترو، فايش؟ بالتالي انه الان دي بتاعهم ترو، صح ولا لا؟ بس بقول لك اذا اخذت عنصر من الدومين هسا نزلت لدرجه، اذا البي اي ترو والكيو اي از ترو، اذا اخذنا من العنصر اللي ايش؟ اللي اثبت لي انهن ترو. هذا معناها انه الاي في الدومين تاع بي اي ان كيو اي از ترو. تمام؟ اذا اخذنا البي اي والكيو اي سوينا لهم اندنج حيطلع ايش عندنا؟ ترو. فهذا بالتالي معناه انه for all x bx and qx true. هذا تعميم. نرجع بنراجع الخطوات تاعيتنا على اساس تعرفوا ايش اشتغلنا. اول مره قررنا نفترض انه ايش؟ الجزء هذا ايش؟ ترو. تمام؟ وانه ايش؟ الجزء الثاني بالتالي ايش؟ ترو. تمام؟ فحكينا suppose for all x bx and qx is true. فهسا حكينا بدنا نبلش من الجزء هذا بالجزئية ايش؟ الداخلية هاي. فحكينا اذا اخذنا A من الدومين اذا بي اي اند كيو اي از ترو. وبالتالي البي اي ترو والكيو اي ترو لانه ما بتزبطش انه ايش؟ هاي تكون ترو، هاي ما بتزبط تكون ترو الا اذا اجزاها ترو. وصرنا ايش؟ نتدرج فيها شوي شوي توصلنا لاثبات ايش؟ الجزئية الاخيرة. هون سوينا نفس المبدا بس نوعا ما ايش؟ بالعكس. اوكي، طيب هسا لو جيت قلت لك طبعا حناخذ اثبات باستخدام اللوجيكال ايكوفالنسز والرولز اسهل من هاي، مش مشكله. Prove that for all x bx or qx is not logically equivalent to هاي. هاي عشان نثبت انها فولس سهله جدا. اذا بنثبت انها فولس ايش؟ بنستخدم ايش؟ كاونتر اكزامبل ونقطه انتهى. فعليا حنستخدم اوش هون كاونتر اكزامبل عشان نثبت انها ايش؟ انها غير صحيحة. تمام؟ طلع هسا لو جيت قلت لك ها هاي بدنا نثبت انها ايش؟ انها غير صحيحة. تمام؟ هسا for all x bx or qx ما بتكافئ هاي، يعني for all x ما بتيجي على bx ما بتيجي على qx، ما بتتوزع، يعني قانون التوزيع ما بيزبط عليها هون. تمام؟ تمام. اوكي؟ طيب عشان نثبت انه هاي الجملة غير مكافئة للجملة هاي، حكينا افرض انه bx ايش؟ person is a ايش؟ is male. و qx person is ايش؟ female. ال person عندي هون حولته لايش؟ لx. x is male و x is ايش؟ is female. فطلعت عندي two predicate functions. two predicate ايش؟ functions هون. هسا لو حكينا نشوف اللوجيك تاعهم. for all x bx or qx هاي معناها every person is a male or a female. يعني هاي for all x طلع كيف ترجمتها للانجليزي؟ every person is. هاي bx or qx is a male ايش؟ or is ايش؟ a female. تمام؟ بس لو استخدمنا ال for all x، لو جينا على الطرف هذا for all x bx or for all x for all x qx، هاي كيف الانتربريتيشن تاعها باللغه الانجليزيه؟ هاي معناها every person is a male or every person is a female. كيف كل ايش؟ كل الاشخاص بدهم يكونوا نفس الوقت males ويكونوا ايش؟ females في نفس الوقت. هاي ما بتضبط.
فبالتالي اثبتنا انه ايش؟ انه هاي خطا. تمام؟ حناخذ امثله عليهم، حناخذ امثله حل عليهم، في هسه امثله بالسلايدات مكتوبه مش محلوله، انا بوريكم وين حلها بالكتاب وححل لكم اياها ان شاء الله كمان. النيجيشن تاع الكوانتيفايد اكسبريشن بدنا نعرف انه اذا قلت لك نوت فور اول اكس بي اكس، اذا بدك تدخل النوت باستخدام الدي مورغان لو، الفور اول اكس بصير ايش؟ فور اول اف ذير اكزيست اكس، والبي اكس بصير نوت بي اكس. تمام؟ هاي شغله ايش بدنا نعرفها، بدنا نتمكن منها. اوكي، هاي بدنا ايش؟ بدنا نعرفها ونتمكن ايش منها. هاي اثباتها هون. اوكي، هاي اثباتها هون، حاب تقرا اقرا، بهمنيش انا هستخدمه في شغلات اخرى. هسه ان نوت ذير اكزيست اكس بي اكس تكافئ فور اول اكس نوت بي اكس. هسه شو بقول لك؟ نوت ذير اكزيست بي اكس، دخل النوت، ذير اكزيست اكس بصير ايش؟ فور اول اكس، البي اكس بتدخل عليها ايش؟ النوت. وهي ايش الاثبات تاعها ايش؟ برضه موجود عندنا هون. اوكي؟ طيب خلينا نبلش بالجمل هاي ونحلها. طبعا هاي محلوله ايش عندنا؟ محلوله عندنا بالكتاب، بدي اوريكم وين محلوله وانا هحل لكم اياها. اذا واحد بده يرجع لها بالكتاب بس خذ المثال هون. هيها هي حلها ببلش من وين؟ من هون. What are the negation of the statement? There is an honest politician and all Americans eat ish, eat cheeseburger. بقول لك في ايش؟ في موجود عندي ايش؟ سياسي صادق. وكل الامريكان باكلوا تشيزبرجر. هاي الجمل، هاي الجمل انا مطلوب مني اطلع النيجيشنز الها، مطلوب مني ايش اطلع؟ النيجيشنز الها. يا ترى كيف بطلع النيجيشنز الها؟ هاي الحل موجود عندك بالتفصيل، بس احنا هسه مع بعض ايش؟ حنحله عشان نشوف كيف بدنا نطلع النيجيشن رياضيا وايش؟ ولغويا. اوكي؟ طيب نرجع هون على مثالنا، بدي اطلع نيجيشن انا صح؟ دروع على الورك سبيس. There is an honest politician. There is an honest politician. قبل ما اسوي لها موديلينج هاي بدي احولها لايش؟ لايش؟ لبريديكت فانكشن. There is an honest politician. قبل ما ابلش فيها. An honest politician. An honest politician. اوكي؟ هاي بدنا نحولها لايش يا شباب؟ بدنا نحولها لبريديكت، نستخدم متغيرات، بدنا نشوف شو اللي بيزبط يكون ايش؟ بصيغه متغير. كيف بدنا نسويها؟ طلعوا خلينا نشوف. There is an honest politician. نيجي بنحكي مثلا في عندنا بريديكت اتش ايش الاكس يساوي اكس از اونست، يعني a person is honest. تمام؟ فهسا الجمله هاي there is an honest politician صارت كيف؟ صيغها مع بعض. There exists x. اوكي؟ There exists x. H ال X. There exists X such that X is honest. هيك بتنقرا. يعني there is an honest politician. اوكي؟ يعني بنقدر نفكر بال X انه person او انه politicians. يعني لو حكينا ايش الدومين تاع ال X، الدومين تاع ال X كل ال politicians. اوكي؟ كل ايش ال politicians الموجودين عندي ايش؟ في الدنيا. هسا بدنا نسوي لها نيجيشن، مش كان مطلوب مني اسوي لها نيجيشن؟ اوكي، يعني انا بدي ايش؟ اسوي نوت للجمله هاي. وحسب القانون اللي اخذناه النوت تاعها هاي حيطلع ايش؟ فور اول اكس اتش الاكس. طبعا ما ننسى ننسى نحط ايش هنا النوت. هسا نوت عذر اكزيست صارت فور اول على اتش اكس تنتهي. تمام؟ طيب هاي ايش معناها؟ طب لو فسرناها باللغه الانجليزيه ذير از ان اونست بوليتيشن، هاي لو صارت فور اول يعني اول ذا بوليتيشنز اونست بوليتيشن، الاونست بتصير ذس اونست. اوكي؟ ننتبه عليها، خلينا نكتبها ايش؟ مع بعض. نقدر نحكي all the politician أو إيش every politician every politician
Every politician. Is dishonest. يعني كل سياسي ايش غير ايش غير شري. اوكي نقدر نحكي all the politicians are dishonest. انتين صح تمام. هسه نيجي ايش على السلايدات مره ثانيه. all Americans eat cheeseburger. يعني بدنا نحولها زي اللي قبليها هذا بريديكت. يعني لو حكينا سي اكس بحيث انه الاكس هو ايش شخص امريكي اكس ايتس ايش cheeseburger. لو بدنا نعبر عنها بالفور اول هاي بتصير فور اول اكس يعني كل شخص امريكي تنطبق عليه المعادله هاي سي اكس. For every X and X is an American person, X eats a cheeseburger. يعني all Americans eat cheeseburger. لو نسوي لها negation نسوي نط للجملة هاي يعني حتصير عندي كالتالي بدل for all حيصير عندي هون there exist و CX ايش بنفيها. لو بدنا نحولها للغة الإنجليزية شو حتصير؟ All Americans. The generalization بيصير there exist. يعني إيش بدنا نحكي؟ بدنا نحكي there exist some Americans أو some American does not eat a cheeseburger. يعني هون some American does not eat a cheeseburger. تمام او ممكنك تحكي there exists some American ما بكلوش cheeseburger or who do not eat cheeseburger. اوكي تعتمد. نرجع على سلايداتنا شو نيجيشن الجملتين هذولا نسويهم مع بعض. هسه فور اول اكس ايش اكس تربيع اكس تربيع اكبر من اكس. هاي لو بدنا ننفيها يعني لو بدنا ندخل عليها النط هاي ها يعني هاي الجمله اخذناها ندخل عليها ايش النط مع بعض. اذا اكزيست الفور اول بصير اذا اكزيست اكس طلعوا النط بتدخل على المعادلة هاي صارت هاي X تربيع X تربيع أكبر من شو عكس أكبر من أقل من أو يساوي كي X. لهيك بنكون نفيناها. هسا بنيجي على الجزئية هاي there exist X نرجع نتذكر مع بعض انه هاي اكس تربيع لو بدنا ايش هسه ننفيها يعني بدنا ندخل النط عليها هاي يعني بدنا ناخذ الجمله هاي بدنا ندخل ايش النط عليها نسير لا السيمبول اللي عندي نط طلعوا there exist شو بدها تصير for all x اوكي الاكس تربيع ايكوال 2 بتصير اكس تربيع لا تساوي 2 ناخذها هاي بدل المساواة بنحط لها مساواة نروح على السيمبلز نضيف اللامساواة تمام تمام اوكي بدنا نعرف امور كثيره واحنا قاعدين بنشتغل على ايش؟ على ايش؟ النيجيشن، ايش هي الامور اللي بدي اعرفها؟ او اشهر الامور اللي بدي اعرفها، خلينا نلخص لكم اياها في جدول هيك. يعني هون عندي
الايش الاوبريتر. وهنا بدي ايش؟ بدي اوريك النط على الاوبريتر هذا. يعني بشكل عام الاكبر من عكسها ايش؟ اقل من او يساوي. الاقل من عكسها ايش؟ اكبر من او يساوي. اوكي، الاقل من او يساوي عكسها ايش؟ اكبر من. الاكبر من او يساوي عكسها ايش؟ اقل من. تمام، بس بدنا نرفعهم هذول. اللي يساوي عكسها لا يساوي، فبالتالي لا يساوي عكسها يساوي. هسا الآن بلش بالآن، عكسها عندنا الأور، والأور عكسها عندنا أند. تمام، شو كمان؟ لما نقول لك هسا for all x، for all x هاي نفيها ايش هون؟ there exist x، فبالتالي there exist x نفيها for all x. وبدي اياك تتعرف كمان ايش على القاعدة تعيدهم، على القاعدة العامة. خلينا نرجع لسلايداتنا. شو القاعدة العامة كانت تقول لي؟ هاي تمام، القاعدة العامة النط إذا بتدخلها على المقدار هذا كله، المقدار هذا كله بدي أنفيه، ها بطلع عندي المقدار. تمام، هاي بدنا ننتبه لها. والنقطة الثانية إنه إذا كان عندي المقدار هذا نفي المقدار هذا. تمام، هذا الجدول مهم بالنسبة لنا، نعرف كل عملية نفيها. أكبر من، أقل من أو يساوي. بعض الناس بيفكروا أكبر من عكسها أقل من بس. الإيش؟ الأقل من عكسها ايش؟ أكبر من بس، لا، أكبر من أو يساوي. بدنا ننتبه على الأمور هاي. كيف؟ هاي الأمور بدنا ننتبه عليها. كيف؟ نرجع سلايداتنا. بقول لك حل لي السؤال، اثبت لي إنه هذول ايش؟ لوجيكال ايكوفيلنت. هذا مثال إضافي لنا، خلينا نحله مع بعض، نشتغل عليه. مش هالمثال الصعب. اثبت لي ايش؟ شو ذات؟ Not for all x بين قوسين bx implies qx and there exists x بين قوسين bx and ايش not qx are logically equivalent. اوكي، كيف بدنا نثبت هذول انهم ايش؟ انهم logically equivalent. مش هالشغله الصعبه، بنبلش بالجزء هذا. هسا not for all x هاي عشان نحلها حسب القانون اللي اخذناه. ها شايفين هذا القانون، هذا الفور اول اكس بصير ذير اكزيست اكس، والايش الجزئيه الداخليه بصير ايش؟ النط. فهاي هاي حتصير ايش؟ ذير اكزيست اكس كي بي اكس، بس هاي ما ننفى كمان انه الجزء هذا بدنا ننفى. فالفور اول اكس صار ذير اكزيست اكس، والجزء هذا كله بدنا ننفى، كل الجزء هذا ايش ماله؟ بده ينفى. كيف؟ بده ينتفى هذا الجزء. شو بنساوي؟ نجي نطلع هون، هون بستخدم there exist، هون مش بستخدم الامبلاج، بستخدم ايش هون؟ الان. فانا عشان اقربها للان شو بدي اجي استخدم؟ كيف؟ نستخدم احد القوانين اللي اخذناها بالبروبوزيشنز. ذكر البروبوزيشن لما اخذنا الجداول هاي وقلت لكم بدي استخدمها. كيف؟ في اثباتات الايكوفيلنسز تاعتي البروبوزيشن، وحكيت كمان بدايه المحاضره
بستخدمها في اثباتات الايكوفالنسز بتاعت البريديكتس بتاعت الكوانتيفايرز. هاي القوانين لازم نحفظها ولازم نتمكن منها. يعني هون بقول لك بي امبلايز كيو، ايش بتكفي هاي نوت بي اور كيو، فهذا القانون بدنا نستخدمه هون. اوكي نيجي على هاي البي اكس، ايش بتصير عندي؟ بتصير عندي نوت بي اكس. الامبلايز ايش بتصير عندي؟ بتصير عندي اور. انتبهنا على النقطة هاي؟ كيف؟ اوكي. طيب شو خلونا استخدمنا يوزنج الرول اللي هو انه بي implies q، ها شو بتكافئ عندي؟ بتكافئ عندي not b or q. تمام تمام. هسه هون بدنا نستخدم دي مورغان لو وندخله على الايش، على العبارات هاي. طبعا كان مفروض على هاي هون نحكي ان بنستخدم دي مورغان لو، هسه بنعيدها مش مشكله. هسه هون بندخل ايش النط على هاي، فهون النط دخلت على هاي، هاي بطلت نط، هاي ايش صار عندي؟ بدل الاور صار عندي ان، والكيو اكس ايش بصير عندي؟ نط ايش كيو اكس، هذا يوزنج ايش؟ جي مورغان لو. تمام؟ وهاي كمان اللي هون هاي باستخدام البي مورغان لو. فبنشوف ان اثبتنا انهم ايش؟ انهم مكافآت. طلع عندنا ايش؟ ذير اكزيست بين قوسين بي اكس اور نوت كيو اكس، هي اثبات. مش هالاثبات الصعب. اوكي؟ كمان مثبت بالكتاب، امكانك تدور عليها.